راجل عامل دراسة الحرب النفسية في مجال مكافحة الجريمة، ازاي اتدخل باساليب معينة في ارادة المجرم واخليه يمشي في الخط اللي انا عايزه، هو الخط السليم اللي ما يرتكبش فيه جرائم. فانا كان تفكيري اكثر ارادة الجشع في نفس التجار دي، واروح له مرة واثنين وثلاثة، ما بقتش مسألة هوجة وخلاص. احكي لك فهي طريقة هذه هذا الاسلوب في دي بقى ادارتك يعني. ابتدى بقى ايه الاعلام أيه. يكتب كاريكاتير ومقالات حول الاسلوب الجديد والسوق وازاي انضبط وازاي وازاي والتلفزيون وبتاع أيه. فجاء في يوم كلمني السيد ممدوح سالم، قال لي يا نبوي شايف بقى انت مدي وقت كتير قوي من وقتك للموضوع ده، خايف يأثر على شغلك، فمفيش داعي بقى كفايه. حاضر حاضر ومش هنفس. حاضر ومش هنفس طبعا. ف يعني ما قلتوش مش هنفس، حاضر لكن انا في نفسي مش هنفس، هو قايد حركتي. فواحد قاعد عنده مستشارين كان هو جايبه معاه ضابط من اسكندريه ويعني معاه سنين طويله، قال له ايه اللي بتعمله ده؟ قال له ايه؟ قال له انت فاهم اللي عمله ده وعمل انجاز والجماهير والدنيا مقلوبه وتحيي هذا، انت فاكر ده شخصه ده لوزاره محمود ممدوح سالم، ده رصيد ليك انت مش لنبوي. ايوه. فلما انت لقى تقول له كده والسوق ينتكس هينزل له مين؟ تبقى تنزل انت بقى سيادتك بنفسك كان نائب وزير، ما ينفعش. والسوق اتنكس يبقى ما ينفعش ينزل تاني، تنزل انت بقى سيادتك. قال له شايف كده؟ قال له طبعا. شايل السماعه. ما عرفت ليه بعدين بقى يا نبوي، انا ما قصديش يعني انك انت توقف، لكن يعني ما تخليهاش تشغلك قوي وتخليها جنب شغلك. ومش حاضر يا فندم. اللي في دماغي في دماغي. جاء بعدها بقى دي بداية الصراع بقى اللي بان بينك وبين انه ضج بقى. جيت بعدها بقى الشيخ الدهوي اتخطف. أيوة. وانا كنت حذرت الاجهزة من الولد اللي خطفه ده، لما فصلته كان ضابط شرطة فصلته. أيوة. فهو اللي راح خطفه وقتله، حكاية لا داعي للتعرض لها يعني. مش عايز انا اساءة لحد يعني ولا اسقاط على حد. انت كنت حذرتهم منه؟ طبعا. ولا بس هم عارفين هذا وسامعيني طبعا ورق. ولو كان يعني انا راجل من اسلوبي الجزر كان حكمتهم في مجلس التأديب، تحملتهم مسؤوليه دم الذهبي، لكن انا احب اعالج الامور باسلوب كويس، هي اصلح الاوضاع لكن مش باسلوب الجزر. بدا الصدام بحادثه الذهبي. جيت بقى جت حادثه ديت، هو دي هزته قوي. السيد نائب الرئيس في ذلك الوقت سيد حسني مبارك قال له الرئيس زعلان، كان رئيس الخارج، قال له الرئيس زعلان وقال ايه اللي جرى؟ ما خلصناش من احداث 18-19، ايه اللي جرى تاني وبتاع؟ فتهزه قوي. فلقيته مرتبك، كانوا داعيينه في سيده زينب بيروح يحضر مؤتمر عند المرحومه سيده نوال عامر. فقال لي انا مش هروح. قلت له لا، هيقول لك خاف يجي، فانت سيادتك لازم تروح، بس روح متاخر شويه وما تقعدش كتير، تعتذر ان عندك شغل وانا هكون مستنيك هناك، انما لو ما روحتش يبقى شكلنا وحش، احنا اتهزينا من الحادثه دي وخايفين نروح. انت شايف كده حضرتك ان انت كنت بتحركه؟ مش معنى كلام كده، انا بقول وجهه نظر. ايوه بقول وجهه نظر. قال انت شايف كده؟ قلت له شايف، لان هيبقى شكلنا وحش، وانا هسبقك واستناك هناك على باب الصرادق. جه وزي ما قلت له اعتذروا من عنده شغل هام، لكن حرصوا على ان نلتقي بيهم. جه وبتاع ومشي. في نفس اليوم فجروا قنبله عند سينما سفنكس. ايوه. وفجروا قنبله عند معهد أي. موسيقى العربيه. ايوه. في نفس الليلة رحت لقيته في حالة سيئة، قلت له لا الضباط لو شافوك بالشكل ده الشرطة هتنهار، لابد. بعدين حملنا انا المسؤولية. قال حملك يا نبو انت لسه جاي ما بقلكش حاجة، وانا الوزير المسؤول، انت نائب وزير وانا وزير الداخلية وكنت وزير الداخلية. قلت له انا مسؤول وسيب الموضوع ده انا هخلصك منه، ما تقلقش يعني. كويس العيال طلعوا على السطح كده وتحركوا، لما اتحركوا ما نقلقش، يبقى ايدنا قربت منه. وده كان مبدأي في الشغل، ما يرتكبوا اي مجموعه عصابه جنائيه تنظيم سياسي اي حادثه قربت منه، اي حادثه ما اتجرش واربك الضباط وفين والفاعل وما تناموش واعمل وهعمل وانقل لا تقلقوش يا اولاد اشتغلوا انتوا هادين، انا مبسوط. ولو اتكررت ما تقلقوش، ان كل ما تكرروا ايدنا بتقرب منه زي التعبان. وهو في الشقه ما تطلهوش، يطلع يلبع واحد يخش الشقه ما تطلهوش، اما يكرر طلوعه من الحج وحري بتاعه تقدر تطليه. كذلك اي تنظيم ارهابي او جنائي لو ضرب ضربه وراح كمان وما اتحركش صعب انك تطوليه بسهوله، لو تكرر لازم يحصل غلطه، لازم يحصل حاجه يصطدم، الشرطه تتحرك وهو يتحرك هيضربوا ببعض، هو يتحرك والشرطه نايمه ما تصطادوش، الشرطه تتحرك وهو نايم ما تصطادوش. حدث الصدام بينك وبين ممدوح سالم امتى؟ ما انا جاي لك بقى. فجاء علوي حافظ قدم استجواب
لرئيس الوزراء وزير الداخلية في مجلس الشعب، فطلبني قال لي علوي مقدم استجوابه، انت عارف علوي عنيف صعب وغلط علوي بخصوص مقتل الشيخ الذهبي. علوي الله يرحمه كان برلماني ممتاز جريء وجدع وثوري ولبق، تحدث لبق او مؤثر يعني ما يخطب بهز ويشد الناس. فقال لي يعني اكاد يقول لي يعني لما يتهجم عليك انت نائب وزير مش مهم، انما رئيس وزارة يبقى صعب. انا فهمتها، قلت له لا مش مشكلة انا ارد عليه. قال لي دستوريا يجوز لك ترد انت نائب وزير بتاع. رديت عليه فرحت هناك، انا ما اكتبش حاجه وما احضرش حاجه ولا اقرا من ورق ولا حاجه، انا اتكلم اتجل ساعتين ثلاثه اربعه مش مشكله يعني. فهو قام اتكلم بطريقه مؤثره قوي، شد المجلس وانا قعدت اخد نقط من كلامه، وقمت مسكت كلامه بقى نقطه نقطه وبموضوعيه شديده، فنت كل حاجه درجه شدت المبلغ المجلس. كان اول مره اظهر على السطح، دايما اشتغل متداري متداري خلف ممدوح سن متداري. يعني ايه مثلا اول مره تظهر على السطح في جلسه استجواب مجلس الشعب؟ يعني مثلا كنت انا احل كل الامور وانا مدير مكتب وزير الداخليه ومدير مكتب رئيس الوزراء، اخلص كل حاجه محدش شايف ويجوا ناس مثلا مشكله عويصه واحلها، اخش اقول له عندي كذا وانا حلتها بس هدخلهم يشكروا ستك. خلاص انا بنام حل، لا ما صحش يشكروا ستك، خشوا متشكلين الموضوع هو مش عارف موضوع ايه، لعب شفايفه يعني، لا العفو في خدمتكم هو مش عارف موضوع ايه، المشكله خلصوا خلاص. انما عايز اديله برستيج وفي نفس نفسه مش عايز حد يخرج بره يقول لك ده نابه هو الوزير فعلي، ده نابه هو رئيس الوزراء فعلي، يعملوا لي مشكله معاه. فانا بشتغل متداري، انما هنا بقى واقف بتكلم مجلس الشعب ثلاث ساعات وبرد. ظهر الصحف صدرت ثاني يوم، طلبت بقى عامله الليله بقى. وسيد مرع الله يمسيه بالخير ده برلماني ممتاز، قال لك بيسقفوا النواب حرق لهم، ما تسقفوش، سقفوا في الاخر وتعلموا منه تتكلموا ازاي، شوف بيتكلم ازاي عشان تتكلموا زيه. استطيع ان اعلن اليوم مولد نجم برلماني في صف الحكومه، صفوف الحكومه. وكان عملت سمحها هو بقى ممدوح سن في السماعه اللي عنده، بقيته متغير بعدها خالص بقى خالص. انا ما اهتمتش وبحبه يعني حقيقه يعني، وما عنديش تطلعات، مش عايز لا وزير ولا نائب وزير ولا عايز حاجه ابدا. عايز كنت مكاني اخرج المعاش، كان املي اخرج من منصبي كمدير مباحث نائب مواصلات. ازاي عينك وزير داخليه بعد كل ده؟ انا مش هو اللي عيني بقى، مش هو اللي عيني، احكيها لك. ف بعدها بقى علمت بعدها بقى ان في تعديل وزاري، ما اهتمتش. وراح قابل الرئيس وعرفت، فجاني بقى اللي في مكتبه ده اللي معاه. قال لي بقى انا اقول لك ان الراجل ده كتوه، انا اشتغلت معاه كذا سنه ما تصدقنيش، والدافع اهو رايح مش عايز يجيبك وزير، الرئيس عايز يجيبك وزير وهو معترض. قلت له ايه اللي حصل؟ قال ده راح سياده الرئيس عشان تعديل وزاري، فبيتكلم على الوزارات. فقال وزاره الداخليه تجربه نائب وزير ما حققش الهدف وتجربه فاشله، فعايزين يا رئيس وزراء وزير الداخليه نجيب وزير الداخليه. قال والله ممدوح نابو الفتره اللي اشتغلها دي اشتغل بعقليه سياسيه والناس بتحاله قوي وبشغل كويس، هو يبقى وزير الداخليه. فرجع المكتب جاب اخينا ده، قال له الرئيس فاجئني النهارده، انا كنت عامل قناه من وراه مع الرئيس ولا مع سياده النائب في ذلك الوقت. انت فتحت بعد كده قناه مع الرئيس مباشره؟ لا، كوزير بقى ليا شخصيتي، ما عادش بقى دلدول. كنت بقى رئيس ما تخططوش لكن ليه رأي انا جاي لك. فجينا جالي قال لي وهو كذا كذا كذا، قلت له انا اللي عايز نائب وزير عايز تصص. قال لي عمول الرئيس، قال له كمل التعديل وتعالى وهيروح بعد كام يوم، وقال لي انا عايز ابوظ الحكايه دي ما تمشيش، فتفضل بقى. قلت له ولا انا اتحرك ولا انا عايز حاجه. راح بعد ثلاث ايام عندي المعلومات انه راح، فقال للرئيس كما علمت التعديل اهوت، انا سايب الحربيه، سايب الداخليه، وسايب الخارجيه. قال له الحربيه الفريق الجمصي، الخارجيه اسماعيل فهمي، الداخليه ما قلت لك نبه ممدوح هنتكلم فيها تاني ليه؟ ودي وزارات سياديه الرئيس اللي بيختار له راي الاول فيها طبعا. فرجع قال له الرئيس حصل كذا، كلمني الساعه 6، قال لي يا نبوي مش هتيجي تاخد صوره؟ قلت له صوره ايه؟ قال لي انت انا اخترتك وزير الداخليه. قلت له انا؟ قال لي قلت له ارجى اكون عند حسن الظن. انت عارف الحقيقه ان هو ما اخترتش؟ كان معارض. قلت له ارجى اكون عند حسن الظن. قال لي ان ما كنتش كويس ما كنتش اخترتك. رحت له في الصحفيين بقى التقليديه دي بيقابل الوزراء، لقيت وشه متغير قوي ولم ننبس بحرف لا هو ولا انا، مبلمين كده. ومنذ ذلك اليوم بدا الصدام الحقيقي. ما بداش الصدام، انا من ناحيتي ما بداش الصدام معاه ابدا ابدا. وبعدين
قلت له عن اذنك في قطرين ضربوا بعض عند المعادي وفي وفيات وقتل، رايح اشوف ايه الحكايه، عن اذنك خدت بعضي وخرجت وجيت. ملاحظ منه انه متغير لكن من السائل يعني الشغل واخدني. ايوه. فجينا في اجتماع مجلس وزراء في يوم لقيته قال ورد لي مذكره من السيد وزير السياحه الطيران بيطلب تتبيع اجهزه الامن في مطار القاهره لرئاسه رئيس هيئه ميناء القاهره الجوي. تحقيق التعاون والتنسيق ومش عارف ايه الكلام، شعارات بتاع الاداره العامه دي اللي بيرددوها دي. فانا سامع فطلبت الكلمه اللي ايوه يا نبو. قلت له المذكره دي اولا جايه خارج الرول، كان لابد توزع عشان تدرس هتاخد حقها في الدراسه ونص القرار السليم، اما وقد عرضت كده خارج الجدول اعمال ما توزعتش مش مشكله. انا موافق على الكلام ده بس ليا شرط واحد. اللي ايه؟ مش عاجبه. قلت له يثبت في محضر المجلس انني غير مسؤول كوزير الداخليه عن اي حوادث انفجارات او اغتيالات او تخريب تحدث داخل جمهوريه مصر العربيه. قال لي ليه يا سينابو؟ انت عارف سيادتك ان المطار ده البوغاز اللي بيتسرب منه الارهابيين والمفرقعات، فلا يعقل ان دي تابعه لرئيس هيئه ميناء مع احترامي له هو مين؟ ويجي خطط الامن ما تكونش كافيه، انا ما اعرفش عنها حاجه ما لم مش تابعي، ويجوا دول يخشوا يرتكبوا لي حوادث جواب انا مسؤول عنها. انا مش ممانع. قال لي ما احنا ضباط شرطه يا سينابو وفاهمين كل حاجه. قلت له اه قلت له اه ده ضباط شرطه بقى نتكلم على الشرطه احب اتكلم فيه. سيادتك عارف ان الشرطه ده جهاز نظامي قائم على الضبط والربط وعلى التسلسل القيادي، بمعنى ان اثنين ضباط من دفعه واحده متخرجين سوا، واحد اقدم من الثاني، القديم ده يوجهه ويشغله ويشرف عليه ويأخذه ويحاسبه حقه، وديك هيستجيب ضابط زيه. لما يجي واحد مدني يوجهه يجد ملحوظه في المطار ويجي يكلمه مش هيقبل هذا. يعني سياده الوزير شاورت على بتاع السياحه الطيران تكون بتمر وتلاقي حاجه وتيجي تعنف الضابط او تكلمه يضربك، انت فاهم؟ يضربك كده والله. وزير هو وشه راح. اقول لكم حاجه بسيطه قوي. اديك نار مروح من بيتي المكتب الساعه 3 صباحا، فداخل على جاردن سيتي كده لقيت عسكري بتاع الدوريه قاعد على حجر حاضر بندقيه ونايم، وجنبه بتاع الامن المركزي واقف يقظ، الجماعه اللي عصور دول. فقلت انا هقف بقى واجيب العسكري واشتمه، ومدير امن ثاني يوم هيدخله السجن واعمل بتاع ده ما تقلبش مخ. فمشيت كم خطوه قلت الله، طب انا هسيبه كده والناس راحه وجايه العربيات يقول لك الشرطه نايمه. فوقفت عند نقطه امن مركزي، السواق قال له كلم سياده الوزير، معانا السواق بس. قلت له اجري قول للعسكري النايم هناك ده الوزير بيقول لك خشي على دمك وقوم شوف شغلك. قال لي ما اقدرش يا فندم. قلت له ليه؟ قال لي هو درجه اولى ودرجه ثانيه مجند. طب اجري اندهل قول له كلم الوزير. قال لي ما اقدرش اسيب درك يا فندم. طلعت 10 جنيه من جيبي اديتها له مكافاه، وطلبت القائد بتاعه ثاني يوم شكرته على حسن التدريب والتلقين لعساكره، وقلت السواق روح انت اندهل يا عسكري. ومشيت. قلت له عسكري درجه ثانيه رفض امر الوزير، ولو جاله عسكري زميله اقدم منه بيوم ولا امباشا بتاعه ينفذ، هي دي الشرطه. انا مش معارض، بس يثبت في المحضر انني غير مسؤول عن اي حوادث انفجارات او اغتيالات. خلاف داخل مجلس الوزراء. الغاء نظر. وتركني يعني دشت. خرجت بره الوزراء. ايه ده انت خدت موقف؟ قلت لهم الله انا بتكلم مظبوط، بتكلم علمي، بتكلم عمل عملي.